بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض من أكتر من 6 شهور أنا والدكتور حصل ما بيننا غلطنا ولما حملت قال لي إنه لازم أنزل اللي في بطني ووعدني بالجواز حضرتك دي بتتبلى عليا ما حصلش ولا حاجة من اللي بتقولها يا ريت اعتبر نفسك في أجازة مفتوحة لحد ما تقدروا تحلوا مشاكلكم مع بعض بالشكل اللي يناسبكم عقبال لما أغني أغانية في التياترو بتاعي وتيجي برضو تحضري وتقعدي في أول صف بس يا ترى مين فيهم اللي هيبقى قاعد جنبك معرفش بس اللي انا عارفاه انه فريد هيفضل في قلبي فين ما رحت الإمام بلغتني ان هي تعبانه شويه وللاسف هتضطر تاجل السفر كام يوم كام يوم قد ايه يعني ما اعرفش لما اعرف ابلغك ابوكي خارج خارج ازاي اللي فهمته ان المحامي بتاع اسماعيل راح اتنازل على الكمبيالات اللي ابوكي كان ماضيها على نفسه اسماعيل عمل كده هو انت كنت ناوي تتجوزني بجد؟ ولا انا كمان كنت هتوعدني بالجواز وتخلى بيا؟ كريمة لو انت اخترت فريد عيلة مش مضطرة تشوهي اللي كان بينا عشان تريحي ضميرك وحاملة عايدة؟
قهوة يا صوفيا لو سمحت. صوفيا نيلو، السجارة خنيتك، أنا آسف. مش الدخان، أنا نفسي رايح زي ما تكون الدنيا واللي فيها طبقين على نفسي. طيب تحب نخرج نسهر أو نغير جو؟ لا أنا مش قادر على حاجة، بس أنت اخرج لو عايز. أنا آسف لو كنت ربطتك، أنا ممكن أنزل بعض في أي أوتيل. خس عليك يا فريد، وانا بتيك الساعة لما اقدر اقدم لك حاجة. وانا اي نعم قدمت لكش حاجة، بس مجرد ان انت تلجأ لي دي عندي حاجة كبيرة اوي. يريد كل الناس طيبين زيك. وانا ما اعرفش انا طيب عشان انا فعلا طيب، ولا انا طيب عشان ما اعرفش ابقى حاجة تانية. في كل الاحوال انا اللي كسبان. طبعا مش محتاج اقول لك ان ده بيتك، بس انا في مشوار لابد اروح. المطبخ مليان اكل. فضلت خيرك طبعا، انا مش هتاخر او يمكن هتاخر، هنشوف بعد اذنك. مالك يا كريم؟ ولا حاجة. وقعدتك دي وشرحانك ده عادي؟ مش عادي، لأنه مش عادي إن بنتي تبقى عايشة بعيد عني. طيب خلاص، وقربت ترجع. لما ترجع بقى أبقى أهدى وارتاح. في ايه؟ مفيش، بفهم. بتفهم ايه؟ بفهم ايه اللي كان مخليني الشخصيه اللي كنت تعرفيها. قصدك تقول ان انا اللي كنت موصلك لده؟ انا ما قلتش اي حاجه غير ان انا بحاول افهم. انت عايز ايه يا اسماعيل؟ انا برضو اللي عايز ايه؟ عايز اخد ليلى بنتنا ونروح البيت ونحاول ننسى اللي فات. لكن انت مش مدياني فرصه في اللي جاي ان انا انسيك اللي راح. يعني ايه مش مدياك فرصه؟ ما احنا خارجين مع بعض اهو بدون اي ضروره. لا، في ضروره. في ضروره اعرفك وتعرفيني، عشان حياه ليلى اللي زمانها على وصول دي نعرف هتبقى عامله ازاي. وعلى فكره مش انت بس اللي محتاجة تعرفيني عشان تعرفي اذا كنت هتكملي معايا ولا لا. وانا بعتذر لك عن كل الاسى اللي انت حكيتي لي عليه، بس انا كمان محتاجة اعرف الست اللي على ذمتي لحد دلوقتي دي عاملة ازاي.
قصدك ايه يا اسماعيل؟ قصدي ان انا كمان مش سهل عليا ومخي بالحاله دي ان انا ارضى باللي انت هتقرري تقسمه لي. كريمان انا ما اعرفش طبعك ولا اعرف قلبك شايل فيه ايه، لكن اعرف ان انا مستعد افتح قلبي ونبتدي من اول وجديد. انما انت حتى بعد ما الناس في البلد دي عرفوا ان احنا متجوزين لحد دلوقتي رافضه تلبسي الدبله. مش عشان بنكرك، بس عشان هي كانت الحاجه الوحيده اللي احتكم عليها عشان ابيعها واعيش بفلوسها. انا مش هقول لك اديني فرصه تانية. ادي فرصه ليلى بنتنا ان هي تعيش حياه كويسه، وبعد كده لو ما قدرتيش تعاشريني يبقى عندك العيب. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. نايم من ساعة ما دخلنا. طب طمنيني عليه بس، هو كويس؟ هيبقى كويس. أنا آسف إني جيت كده، بس لما سمعت ما كانش ينفع ما أجيش أطمن عليه. وبارك لك. الحمد لله على سلامته. وعلى سلامتك. بعد إذنك. الناس نفسها تسلم عليك. وانا مش قادر اشوف حد. ما انا قلت لهم انك نايم. انا كمان مش قادر حد يشاركني فيك النهارده. انما من بكره الجرس ده مش هيبطل رن. لكن احنا ايه اللي قعدنا هنا؟ احنا ممكن نقعد بره في المحل او في الجنينه، ده حتى الشمس بتبقى حلوه قوي وقت الصبحيه. انا مش عايز اشوف بني ادمين لا هنا ولا هناك. مش هتنام؟ يقطعني صحتك؟ الساعة كام؟ 5:30. لا اصبري هنا، انت هتنامي تاني؟ ايوه وانت نامي انت كمان. لا بقول لك ايه، قومي لي كده. في ايه؟ في ان واحد من مصر شافني من مده وانا بغني وعجبته، وراح كلم مدير مسرح كبير قوي هناك عني، والراجل عايز يشوفني، وانت لازم تكوني معايا وقتها. آه
هي طبعا حاجة حلوة وأنا المفروض أبقى طايرة، إنما نجدي للحق مش عارفة مالي. فجأة وبعد ما استنيت طول عمري فرصة زي دي عشان أبتدي حياتي اللي طول عمري مش شايفة غيرها، خايفة ومش عارفة إن كنت خايفة لزي كل مرة الفرصة ما تجيش، ولا خايفة لتيجي المرة دي. إزاي يعني؟ وأنا في السكة زي العادة قعدت أحلم بكل اللي منى حققه وأتخيل إنه حصل بصحيح، وإني راجعة من الشغل وماشية على رجلي في شوارع مصر مش هنا، وفجأة وأنا ببص حواليا حسيت إن الشوارع دي هتوحشني وإن عيشتي هنا هتوحشني ودنيتي دي هتقطع بيا قوي. دي حاجة حلوة مش لما تبقي مش مقدراها. أنا عايشة بحلم بالفرصة اللي هناك ومش مقدرة الفرصة اللي هنا. انبسطت لما بقيت نمرة واحد في التياتر، بس زي ما تكون كده فرحتي ناقصة رغم إني ما كنتش أحلم بفرصة زي دي أيام لولا. إلهي يقطع السيرة العكرة دي. قولي لي مفيش أخبار؟ في جديد؟ في إن أنا عاتبته وحسسته قد إيه هو صغير في عينيا. إنما هو مقدرش يصغر في قلبي. وقلتي له كده؟ لا طبعا، انا بقول لك انتي، انما سبته حاسس قد ايه انا قرفانه منه ومن نفسي ومن اليوم اللي انا فكرت امن اللي احبه فيه. والحقيقه غير كده، الحقيقه انا نفسي احس كده، نفسي اخلص منه. الدنيا قدمت لي كل حاجة عشان أعرف أعمل ده، كل حكاياته وفضايحه جات لي لحد عندي عشان أشوف بعناية وفوق، ورغم كل ده أنا برضو مش عارفة أدي لإسماعيل فرصة حقيقية، مش عشان اللي هو عمله فيا زمان، بالعكس أنا شايفة إسماعيل واحد تاني خالص، بس عشان أنا جوايا لسه مني نفسي إنه أنا وفريد ممكن نبقى مع بعض، إن إحنا يمكن يبقى لسه لينا نصيب سوا، ومش عارفة أبقى مرت إيه أنا بفكر في كده، بس هو ده اللي حصل جوايا. رايحة فين؟ راجعة مطرحي. الأوضة يلي بلشت حياتي فيها بهالبيت واللي رح كمل فيها حياتي هون. على فكرة أنا كنت بايت عند عزيز لأنه كان تعبان، عشان فكرك ما بديش ويجيب. مفيش داعي اللي بتعمليه ده، أنا ممكن أسيب لك البيت عشان تبقي على راحتك، لأني مش مستحمل نظرة الشك دي اللي في عينيكي. ليش هو هيدا الشك مش بمحله؟ عموماً أنت عمول اللي بدك إيه، وبعتقد مش ناطر مني أنا أعطيك الإذن، أنت أصلاً بتعمل اللي بدك إيه. ما في داعي تترك البيت، بكفينا فضايح أكتر من هيك. اللي بيني وبينك ما عاد غير الأولاد، بعتذر بلا ما أضحك على حالي أكتر. اللي بيني وبينك ما عاد غير البيبي اللي جاي، لأنه هو اللي للأسف عن جد ابنك.
تعال اقعد من فضلك يا عزيز، انا مش جاي اتضايف. ازاي صديقي بيه ودي تيجي؟ اشكرك على زيارتك ليا. لا يا عزيز، انا مش جاي اطمن عليك، انا جاي افوقك. انا عرفت اللي حصل امبارح في التياترو. عيش يا ابني، عيش واعمل اللي عاوز تعمله، ده حقك، بس ما تبهدلش نفسك. في حاجات ينفع نجربها وحاجات لا، انما حتى الحاجات اللي ينفع نعملها ما ينفعش نعملها للاخر. الاعتدال في كل حاجه هو ده اللي بيوزن الدنيا يا عزيز. انا بقولك الكلام ده لاني بعتبرنا اهل مش بس جيران. طبعا امال هي ست نعمات بطلت تشق عليا ليه؟ هي زعلانه مني في حاجه؟ لا ابدا، ده انت غالي عليها قوي. هي بعتلك معايا اعتذار مخصوص انها مشغوله شويه بره البيت، اصلها كذبت اليانصيب يا سيدي، بتفرتك الفلوس. ده لفاكيها يكشي يملى عينيها الفارغه، وده للصب، بس دول صبيان مش هيلبسوا ذهب، ولو اشتريت لهم سبايك هتتباع. هو حضرتك بتنقي الايه بالظبط؟ عقبال عندك، انا كسبت البريمو وفرحانه وعايزه افرح كل حبايبي معايا. ده كده بقى صدقي بيه وشه حلو عليكي. بقول لك، عندك القلب اللي بيتقسم اتنين ده؟ اه طبعا عندي، وعندي كمان قلب ومفتاح. القلب وعارفين مفتاحه مع مين، انما انا عايزه اللي بيتقسم اتنين ده. عندي بنتين ربنا لم شملهم، وعايزاهم ما يفتروش تاني عن بعض ابدا. حاضر عينيا الاتنين، بس هو حضرتك مش ناويه تاخدي حاجه لنفسك بقى ولا ايه؟ انا سي صدقي مخليني مش عايزه حاجه خالص. انا شبكتي خدتها من عندك ولا انت ناسي؟ لا طبعا، وهي دي حاجه تتنسي؟ بس اصلي عندي حته طقم الماظ هوانم ما بطلعوش لاي حد. هوريهولك، هو ده اللي يناسب البريمو. اتفرجي كده. مش هتبص على المدام يا سيد إيبي؟ يمكن تكون صحيت تقدر تيجي تقعد معانا. لا، ما هو الدكتور قال الحقنه اللي اداها لها هتنيمها للصبح. كان حقتنا اجلنا الغدا. لا ابدا، ده انتم منورينا. هي اصلها تعبت فجاه. انما انت طلعتي ست بيت هايله يا نبيله. الاصناف اللي قدمتيها لنا على الغدا بتقول انك شاطره قوي في المطبخ. الحقيقه هو في طباخ هو اللي كان عامل الاكل، انما انا اللي مختاره كل حاجه بنفسي. ويا ترى في بيتك بقى هتعرفي تطبخي ولا هتاخدي الطباخ معاكي؟ لا يا ماما، طبخ ايه بس وطبخ ايه؟ انا عايز حياتنا مع بعض تبقى سبور على الاخر. هو ده اللي خدناه من تعليمه في اوروبا. عاوز يطبق علينا كل اللي شافه هناك. بس اظن حضرتك يا سيد ايبي ما تحبش الست الغربيه، مش كده؟ انا احب الناس اللي زينا وعوايدهم عوايدنا. عشان كده انا ونعمات متفاهمين. ربنا يقومها بالسلامه. مين اللي جه؟ الناس بيقولوا ان هما جايين يحجزوا على البيت. أنا جاي أشرح لك إن ما رضيتيش تسمعي. إنما واضح إن وجودي هنا مش مرحب بيه. حضرتك زبون، تيجي وقت ما تحب. زبون؟ زبون وصاحب مكان وصاحب علاقات متعددة، منهم علاقة كنت فاكرة إن هي أنضف حاجة حصلت لي في حياتي، وطلعت بالعكس تماما. تفضل حضرتك، اجيب لك ايه؟ معقول تكون مصدقه فعلا؟
حتى مش قادرة تسمعي مني؟ التبريرات دي ما تخصنيش، تخص مراتك. حضرتك راجل متجوز وهتبقى أب، وأنا كمان ست متجوزة. انت قررت ترجع لإسماعيل؟ دي حاجة ما تخصش حد غيري أنا بس. مش راضي يطلع، بيخرج من اوضته لاوضتي بالعافيه، ما بيقولش غير انه عايز ينام. معلش، اكيد عايز يرتاح. ما هو اللي عدى فيه ده ما كانش قليل، انما في الاخر اكيد هيقوم وهيخرج للدنيا وهيبقى زي الفل. هو كده زي الفل، مش مهم اي حاجه. لما رجع لحضني يبقى انا وهو زي الفل. اسمع من بوك ربنا. عاوز اشوفه. لازم نتكلم الاول. ايه يا بنت كنت فين؟ بقالي ساعة بعتلهم يندهولك. كنتي بتعملي ايه ده كله؟ لا ده انتوا بوظتوا خالص من ساعة ما انا مشيت. لازم ينوبك من الحب جانب. مالك يا بنت مساهمة كده ليه؟ عاملة زي ما تكوني واكلة سد الحنك. انتي كنتي فين طول اليوم يا قبل؟ عمالة الف على رجليا كعب داير لاجل ما اجيب لكم الحلاوة. ياكش يتمر. يلا بينا عشان نقوم نقيس ونشوف مقاسك ولا لا. وانتي ما شفتيش صدقي بيه النهارده؟ ماله استاذ صدقي؟ لا لا ما فيهوش، هو بخير، انما بيقولوا البيت اتحجز عليه. يا مصيبه سودة. لا بس ده كان حته فصل، انا من يوميها ما بخرجش، خايفه لحد يسالني، لو حد من صحابنا عارف الموضوع ده مش عارفه حوادي وشي منه فين. ابدا يا طنط، دي بس شويه لخبطه في الحسابات وهتتحل في اسرع وقت. اصل بابا باقي على شويه موظفين قدام عشان ما يقطعش عيشهم، انما هما كبروا في السن وما بقوش قد الشغل اللي بيزيد، وعشان كده ياما قلت لحسن يقرب منه ويشتغل معاه. دي كانت اكبر غلطه. ليه يا طنط؟ عشان دلوقتي هتقول انه وشه وحش وادمه نحس. لا طبعا يا طنط، ايه الكلام ده، احنا مش كده خالص. يمكن انتي وباباكي مش كده، لكن مرات باباكي اكيد كده. بصي يا نبيله، ما تضحكش عليكي، انا طلبت قبلك عشان الواجب والاصول بيقولوا اني ابقى معاكي في ظرف زي ده، لكن ان جيتي للحق انا كمان كنت عايزه اشوفك عشان اقولك اني حاسه ان ابني مش مبسوط. من ايه؟ في العموم. ايوه بس هو عمره ما قال لي انه متضايق من حاجه. كتر خيره، مش عايز يجرحك. هو في ايه بالظبط يا طنط؟ فيني بقولك اهو، انا حاسه ان ابني مش مبسوط، وشايفة إن زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. كل ده عشان حضرتك حاسة إنه مش مبسوط؟ لا، عشان شايفة إنكم ما تناسبوش بعض، ولا العيلتين يناسبوا بعض. وأظن أنت عارفة موقفي إن الموضوع ده من زمان، فما ينفعش أبداً تتفاجئي. أنا فاكرة إن حضرتك كان ليكي موقف معين، أه. إنما فاكرة كمان إنه حسن صمم علشان بيحبني. واتخطبنا أهو داخلين على جواز. مش لما نشوف الأول بابا هيعمل إيه؟ قولي لي، هو البيت اللي اترهن ده كفيل انه يسد الدين، ولا يا ترى هيكمل بالباقي حبس؟ هو حضرتك بتعملي معايا كده ليه؟ عشان ماجده اللي كانت واقفه لك الله يرحمها راحت، انا مش لاقيه لك حد اتكلم معاه. لا وحضرتك تتكلمي ليه؟ حسن لو فعلا متضايق يتكلم معايا هو. طب وايه رايك ان حسن هو اللي وصلني علشان اقابلك؟ وهيكون مستنيني تحت عشان احكي له على اللي دار. لو تحبي تيجي معايا تشوفيه اتفضلي. يعني هو اللي طلب من حضرتك تنهي معايا الموضوع؟ لكن قال لي اطلب منك تحتفظي بالشبكه، يعني على سبيل انك ما تبقيش خسرتي كل حاجه.
الشبكة هتكون عندكم بعد ساعة. أنا ما يشرفنيش إني أفتكركم حتى. هتقعد تبص لي بشفقة كده كتير؟ أنا آسف مش فريد. بالعكس، ده أنا أجيلك كل يوم. شفت الدنيا يا سركيس؟ طمني عليك، القضية واصلة لحد فين؟ القضية مش القضية، هتخلص. هيثبت ان الخط اللي في الروشتة مش خطي وان اللي قالته ما حصلش، كله هينسى. انا بس اللي عمري ما هنسى ان اقرب الناس ليا ما صدقونيش. والان اقدم لكم المطربة كليلة. بتدوري على حاجة؟ في مدير مسرح مهم قوي جاي من مصر مخصوص عشان يتفرج على جليلة النهاردة، فأنا نفسي أعرف هو مين علشان أراقب لها رد فعل. يا ما بتلهلي بهولوفات إنما بترب الحيرة. طيب عند إذنك هروح التواليت إن شاء الله. رجعتيله ومرتاحة معاه، كنت قلتي وخلاص. مكانش لازم تطلعيني وحش عشان تبرري لنفسك. ما تخافيش، أنا ماشي. أنا بس جيت أقولك أني مش لوحدي اللي مش نضيف. أنت كمان بتبيعي أي حاجة عشان توصلي لغرضك. أنا فاهم تعمل لي كل ده ليه؟ ده حقك. إنما لا، لكن دي مش محاولة حقيقية. يا ريت تتفضل معانا يا دكتور. أنا كنت عايز أستشيرك في مسألة طبية. وهي الدكاترة خلصت في مصر؟ أنا كمان بقول مرة تانية تكون فيها ظروفك أحسن عشان نعرف نتكلم. تقصد إيه؟ أقصد إنك أكيد ما أنتش في حالة تسمح لك إنك تتكلم في أمور طبية هنا، وأنا الحقيقة مش عارف إحنا ممكن نتكلم فين، لأني سألت في المستشفى عندك عشان أستشيرك، قالوا لي إنك بطلت تروح. وأنت تروح للمستشفى ليه؟ أنت لو قادر تسمعني كنت حكيت لك. طيب تحب أطلب لك قهوة يمكن تساعدك؟ خليها لك، يمكن أنت اللي تفوق. يعني إيه الكلام ده؟ عموما أنا كده فهمت هما ليه عفوك عن العمل. ايه
والله العظيم اللي عامله محتك، والله اللي دفعوا الثمن غالي، وهطلع من هنا على الكراكون اعمل اثبات حاله. خلاص يا اسماعيل، تلاقيني بس كان متقل في الشرب. لو هي دي مشكلتي؟ والله يا اسماعيل تلاقي في حاجه، هو عمره ما كان كده. وهو انت تعرفي عمره كويس؟ وايه اللي خليه واقف بيتكلم معاكي اصلا وانا مش موجود؟ ويعرف حكايتي منين؟ وايه اللي مخليه واخد عليكي قوي كده من الاساس؟ واخد عليا عشان انا كنت بشتغل في بيته خدامه. ارتحت؟ شفت انت وصلتني لايه؟ اني اروح اشتغل خدامه في بيوت الناس عشان اعرف اعيش. خلاص يا كريم، يلا نمشي من هنا وكفايه لحد كده. فرجنا الناس كلها علينا. يلا. دكتور عايده، هنا متعبانه قوي ومرجتش، تخليني اروح اجيب اي حد. عايده مالك؟ في ايه؟ في انه الله ما قبل اللي بالظلم اكتر من هيك. ما بقى في شي بيربطني فيك بيخليني اضطر اتحمل العيش معك. الحمد لله راح. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنك، مع اني عارفه انك طريق اخره سراب. لا انا قادره من حبك اخف ولا قد اعراب
أنا مدمنة. أعراض الانسحاب.